ليكي عمارة أو بيت على طريق فراولو. انت ثم بقى أنا احلامك. بقى اللي عندي بيت إزاي أو عمارة على طريق فراولو وأنا ما بملكش أي حاجة أساسا ايوه يعني. انت يمكن الموضوع ده الاول كان جاي معاكي بشكل كوميدي مش اكتر، عارف والله خدته فعلا. ان انا بخانات مثلا. يعني إزاي يا جماعة؟ أكيد الموضوع فيه حاجة غلط يعني. لقيت بتجيلي جوابات على الشغل من وحدة المحلية في إيتال. الجوابات دي أنا مش فاهمة هي إيه أساسا، قالوا لي دي، فقلت يعني مش فاهمة، أروح بقى أسأل في الوحدة المحلية في إيتال. يا جماعة الجوابات دي بخصوص إيه؟ قالوا لي عليكي بالظبط 14 محضر مخالفة مباني، ليكي عمارة أو بيت على طريق فراولو. انت ثم بقى أنا احلامك. بقى اللي عندي بيت إزاي أو عمارة على طريق فراولو وأنا ما بملكش أي حاجة أساسا ايوه يعني. انت يمكن الموضوع ده الاول كان جاي معاكي بشكل كوميدي مش اكتر، ان انا والله خدته فعلا. بخانات مثلا. يعني ازاي يا جماعه؟ اكيد الموضوع فيه حاجه غلط فانت يعني. حتى كنت بتقولي انك ممكن فتحتيها في الاول، ان ممكن تكوني ورثتي عن حد من عيلتك وانت ما تعرفيش، فاحكي لي بقى يعني. فقلت اروح بقى للمسؤولين، دخلت بقى طب انت المجلس اول وقابلت الاول مره المسؤولين. تخيلتي الاول تخيلتي انك فعلا تكوني ورثتي فعلا لا حد من لا اهلك؟ انا عارفه طبعا يعني، اكيد كل واحد فينا عارف اهله ووضعه من مادي. احنا ناس كلنا موظفين، ناس طبقة متوسطة يعني، مش تمام. هيبقى عندي عمارة ولا عند أهلي عمارة بالمبالغ دي أساسا يعني. فاتفاجئتي بقى، قلت يمكن الورث ده جالي منين فأشوف او على اي بقى اساس. ده جالي إزاي، المحاضر دي بتيجي على اسمي إزاي. فسألت المسؤولين وتوجهت الوحدة المحلية، قالوا لي لا ده هنا رقم بطاقتك والرقم القومي وعنوانك وصورة بطاقتك، إجراءات كلها رسمية يعني، رسمية الاجراءات دي بتشير انك عندك ان عمارة. انا عندي عماره في طريق فراولو، شارع فراولو في ايطاليا. يا سبحان الله، يعني عمارة ما تعرفيش عنها ما اعرفش حاجة، عنها اي حاجه خالص. نمت صحيتي لقيت عندك عمارة. فطبعا يعني كانت صدمه بالنسبه لي انهم بياكدوا لي المعلومات. طب يا جماعه انا عايز اعرف مين اصحاب المكان او مين الاشخاص دي، عشان انا اروح للمكان اللي المفروض انه ملكي وانا ما اعرفش ان هو ملكي اساسا. عايزة تعرفي بقى فين الأملاك اللي في بيقولوا. الاملاك بقى اللي بيقولوا عليها دي. خدت زوجي واتجهنا للعنوان وسالت الجيران، البيت ده يا جماعه بتاع مين ولا العماره دي بتاعت مين؟ يعني انا عايزه قالوا لي ناس اضحك، ما انا عايزه اضحك بس يعني. انك روحتي كمان ايوه زي رحت ما اشوف. بيحصل، زي ما بيحصل في الافلام، انك روحتي تسالي وتشوفي عمارتي فين. شوفي فين دي اللي بيقولوا عليها لو دي. انا بنتكلم في اسماعيليه يا سيدي والله انا العظيم بهرب بسرعه. اقسم بالله لحد النهارده انا مش مصدقه. فلما خدت طب جوزي، عايزه اسالك سؤال، هو ما تدركش في بالك فيلم اسماعيليه سيف العتبه الخضراء انك ورثتي حاجه مش بتاعتك؟ صعبة يعني، أنا مش مسلسل بس اللي ايوه أنا يعني شفته ده أكتر من بالظبط، مسلسل انا قلت ان الموضوع درامي اكتر من ان والله، هو أكتر من حقيقه يعني. مسلسل فعلا يعني. أنا حاسة إني في كابوس ونفسي أفوق منه والله. طب ما قلتيش بقى الحمد لله انا ورثت يعني في لا مقابل المحاضر يعني اللي معموله لك، قلت لا انا مش كنتش عايزه اورث. ما سألت بقى أصحاب المكان أو الجيران، قالوا لي إن البيت ده بتاع ناس في قرية السقة دي، عزبة تبع إيتاي يعني. طب يا جماعة إيه علاقتي بالموضوع؟ أنتوا تعرفوني أنا أعرفكم؟ الناس قالوا طبعا عمرهم ما شافوني ولا شفتهم. طب ازاي صورة بطاقتي طلعت بمحاضر رسمية من قلب بيتهم يعني، من قلب وبتشيل يعني المحاضر دي وبتشيل بتتعمل المخالفات وبتشيل الغرامات اللي على البيت النوم. يعني؟ الناس دي عشان ما تدفعش الضرايب ده وتتهرب هنوصل، هنحكي القصه، بتطلع. انا هنحكي الموضوع ده، بس الحاجات دي بتشير كده ان انت تملكي عماره، لان جاي عليك ما هو مخالفات في انا عشان عماره. تطلع المحاضر دي يبقى في شقين اتنين، يا اما في ورق رسمي مكتوب بملكية البيت ده باسمي، وفي الحالة دي البيت ده يعني أنا لأني ما عنديش ومش أرضي ومش حاجتي، ما يلزمنيش وأتبرع بيه لأي مؤسسة خيرية لو في ورقة واحدة بتثبت ملكيتي بيه. تمام. لا، ويا إما الأوراق دي معمولة بطريقة تزوير، وده اللي أنا استدلت عليه بعد كده ودورنا عليه، إن الحاجات دي متزورة باسمي وبيستغلين صورة بطاقتي، لأن هم في الحالة دي أصحاب البيت كانوا بيبنوا وبيكبروا على حساب غيرهم، بدل ما يدفعوا الضرائب والمخالفات والحاجات للبلد بيشيلوها الناس تانية. يعني ده هو هما جه بقى بيبنوا. يكتب عنه بالصدفة بالحظ ايوه يعني. لا هي ما كانش حظ، طب احكي والموضوع لي، طالع مقصود احكي لي للاسف بقى. يعني.